أما هلا نور وصلنا لمحطتنا التالية ورح تكون بعالم الفن والأدب ومواهب الشباب أيضا اللي لها حصة دائما من صباحنا غير، اليوم موهبتنا اختارت طريق الكتابة لتخط خلجات القلب والروح وتضيف كلمات وتترك أثر وبصمة وتكون مميزة، صاحبنا أو صاحب هي الموهبة لليوم ضيفنا الدكتور علي حسن مكية، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير إن شاء الله. صباحكم صباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك. دائما برحلاتنا الصباحيه بنسلط الضوء على المواهب الادبيه الشابه، بس حضرتك دكتور اسنان. حضرتي دكتور اسنان، نعم. يعني شو اللي جابك على الادب والفن؟ هي من زمان يعني موهبه من انت وصغير ميال لها؟ هلا بقدر بقول اليوم انه صحيح انا طبيب اسنان، ولكن قدرت اكتشف هذا الشيء واشتغل هذا الجانب واشتغل عليه كموهبه موجوده. ما معناني طب الأسنان من أنه كمل بهذا الطريق أو أني قادر أكمل بالطريقين سوا وأجمعهم مع بعض. ممكن تكون موهبة، شيء أخذ وقت وجهد. قديش صار لك تقريباً تكتب؟ قديش صار لي؟ 2013 كانت البداية. حلو. طيب من كم يوم شدنا كتاب أفروديت، الرواية نعم. الخاصة، خلينا نحكي نعرف الناس أكثر عن أفروديت الاسم، هل له علاقة بالمضمون وشوية تفاصيل أكثر عن الرواية؟ خلينا نبلش بالاسم. أفروديت كاسم هو بالتعريف اسم آلهة يونانية تعرف بالحب والجمال، أو هي آلهة الحب والجمال والنشوة، يقابلها مثلا بالديانة المصرية القديمة إيزيس. بالنسبة لنا كعرب نحن في عنا عشتار، كل هدول مقابلات بعضهم. هذا هي الفكرة موجودة بالنص، وهي البطلة الرئيسية اللي اسمها بالنص يسار، هي شخص أسطوري بالحب والعطاء، فلهيك التسمية راحت بهذا الاتجاه الألوهي أو الأسطوري ب هاي القصة. هلأ إجمالاً شخصية، ما هي أفروديت مجموعة شخصيات علاقاتهم الخاصة بين بعض عدة وجوه، هذا الشيء متروك لهم كشخصيات روائية، ولكن اللي التركيز تبعنا كان على المحبة اللي عم تجمع هدول الأشخاص مع بعض، طريقة تكوين العلاقات الاجتماعية والوقوف بجانب الناس اللي هي بحاجة إنه توقف، الأصدقاء اللي ما بيتخلوا عن بعض، الأحباب اللي حتى لو افترقوا هن يوما ما ممكن إنه يلتقوا، ويلتقوا بسلام ما يلتقوا بحقد، وكثير أفكار من الأفكار والقيم الإنسانية والمجتمعية موجودة بالنص. طيب خلينا نسمع لو مقتطف صغير من كتاباتك. خلينا نسمع. صعبة شوي. طيب لا نروح لهنيك. لا لا رح نجيب الكتب. روايتك فينا نقول هي الثالثة؟ هي الثالثة. رواية أفروديت الأولى والثانية كيف كانت التجربة الأولى؟ عن شو بتحكي؟ هلأ أكيد التجربة الأولى كانت هي الأصعب، اسمها أول أكسيد الحب. التجربة الثانية بعد سنتين كانت أحببتك في دمشق. وصلوا الكتب فيك تكمل. التجربة الأولى هي كانت هي أول أكسيد الحب. تمام. التجربة الثانية كانت أحببتك في دمشق. والتجربة الثالثة والأخيرة حاليا هي أفروديت. هي تمام. أوكي. فينا نسمع شيء من التمهيد تبع أفروديت إذا تسمحوا لنا. التمهيد بيقول: ماذا إذا أخبرتك أن في حياتك أسطورة تمثل الحب ووضعت نقطة بعد آخر السطر؟ إن لم تكن فسوف تولد وسوف تجدها وتعيشها حتما. كنت أنظر في الأحداق، في الناس والأحجار والآفاق، في كل ما استطعت الوصول إليه بعيني. وقفت أيضا مع الواقفين في أرتال الانتظار. يا له من عمر حزين قضي على وقوف كهذا. شعرت فعلا بأنه قلبي علينا. من هناك جئت أطرح عليك السؤال: ماذا إذا أخبرتك أن في حياتك أسطورة تمثل الحب بألوهية حقيقية وملموسة؟ لا أحدثك من محض خيال تراءى لي. أحيانا نعيش مع أساطيرنا دون علم بأنهم كذلك. التقينا أو نلتقي معهم، نكلمهم، نعانقهم، نحبهم، نفقدهم. المشكلة ليست بعدم وجودهم، بل في معرفتنا، ولا بأس ببعض الحذر من التعظيم.
قارئي العزيز، اشرب فنجان قوتك دائما، احضر رشفات ترتشفها مع أسطورتك، ثم كنها، كن أنت أيضا رشفة قوة وأسطورة في حياة الغير، لنصنع معا رغيف خبز، فليس كل وداع قاتل مهما تجلل بألم. لسنا ننجح دائما، وكما أن فشلنا مهما تنوع لن يكون النهاية. أما الضجر رغم ثقله يمضي، قس على ذلك. الجميع في الصفحات التالية جلس على أطلاله وأطلال حكاياته، هذا ما يلعب دور اللمس، أقصد بصمات الوجع على الروح. انتبه لأنهم جلسوا على تلك الأطلال أثناء عيشهم لمراحل حياتهم الجديدة، أي أن حياتهم لم تتوقف. قارئ العزيز، الآن وإلى أن نلتقي أترك لك بيان ورفاق. حلو كتير. يعني خلينا نقول أنه النص بسيط فيه معاني، حاولت تستخدم العبارات القصيرة بس اللي هي بتكثف المشاعر مثل ما بيقولوا. اليوم عم نحكي عن تجربة أو موهبة، يمكن كتير من الناس بيقولوا نحن ما بنتقبل الأدب غير من حدا دارس مخضرم أو أو أو، فاليوم كسرت أنت هذا القاعدة من خلال رواياتك ومن خلال هاي الموهبة. هل تلتقي بأشخاص أو بكتاب أو بأدباء بتحاول تشوف تقارن بين كتاباتك كتاباتهم؟ شو كيف تشتغل دائما على تقوية السجية مثل ما بنقول بالكتابة؟ هلا خلينا نبلش بالبداية. موضوع المقارنة رح يكون دائما صعب بين أكيد أي شيئين هن لنفس النوع، ينتمون لبيئة مختلفة تماماً. شوي كل حدا مننا قادر إنه يكتب بطريقته يلي هو اكتشف من خلال موهبته، قادر يعبر بالجمل يلي تميزه. اليوم لما بتسمعي بيت شعر بيكون غزل فورا بيخطر على بالك نزار، لما بتسمعي بيت شعر بيروح على مثلا المقاومة بيخطر لك محمود درويش. انت دائما عندك عدة خيارات. موضوع انه نقارن في صعوبة، ولكن القارئ يلي ما عم يتقبل غير اعمال اشخاص مخضرمين، فالاشخاص المخضرمين يوما ما كانوا شباب وكان عندهم هوايات، وبلشت القصة من هذا المطرح. بالمناسبة أنا ما بحب أقول عن الكتابة هواية، بحسها أكبر من هيك طبعا. الناس المخضرمين هدول اللي حتى وصلوا لهي المطارح عاشوا كل هاي المراحل. دائما كنت أنا بسأل حالي سؤال، ليش ما بطلع هلأ؟ يعني ليش لحتى أوصل لعمر معين مثلا 40 50 أو 60، وفي ناس أكثر من هيك بهاي الأعمار، ليش لازم أنا يكون عندي تجارب كتير طويلة لحتى يقال عني أنه أنا روائي؟ لا أشعر أنا أنه نحن فينا دائما نكسر هاي الحواجز، ولكن بحاجة عوامل، هي عوامل نجاح، هي دافع، هي هاي الأمور لما بتكون موجودة نحن قادرين أنه نعمل أي شيء. بلش الموضوع أنا بالنسبة إلي كعلي مكية، بلش الموضوع بالنسبة إلي قراءة. يوما ما كتبت جمل لقيت رد فعل من الناس على هاي الجمل شوي غريب، واو انت كيف عم تكتب هيك؟ هذا سؤال اللي سألته كثير ولليوم انا ما بدي اجاوب عنه. شوي حبيت الموضوع، اشتغلت اكثر، اهتميت اكثر. مثل ما قلت لك كان عندي في حياتي طب الاسنان هو جانب، هو احد الجوانب اللي موجوده ولليوم بهتم فيها. انا طبيب جيد ولكن أنا مميز بالكتابة أكثر. هل أترك الكتابة ببقى طبيب، أو بترك الطب وبروح على الكتابة؟ شو بتفضل؟ رقم واحد بالنسبة لي الكتابة. ولكن الطب مهنة بالنهاية. صحيح. الطب مهنة ولازم نمارسها. ويعني أنا اليوم صار عندي 10 سنوات دراسة بالطب، أكيد ما رح أتركهم. صحيح. طيب خلينا نحكي، حضرتك كتبت 3 روايات، مشروعك الأدبي القادم الجديد عم تحضر له، حابب تعمل شيء مختلف أو حابب تتجه نحو النثر أو الشعر، يكون في طروحة أدبية مختلفة؟ هلأ إذا بدنا نحكي بواقعية وصراحة، موضوع الشعر حلو، وكل الناس اللي يقال عنهم كتاب أو أدباء أو سيناريست أو بغض النظر عن صفاتهم هن الناس بيكتبوا شعر. صحيح. ولكن هل نحن شعراء بمستوى نزار مثلا؟ لا.
هذا هي اول ناحيه. الناحيه الثانيه موضوع الشعر اليوم بالحياه العمليه هو شيء غير مقروء. الناس بيمرق طبعا بيت شعر بتشوفيه على وسائل التواصل الاجتماعي بيعجبك اوكي بتحطي ستوري الى اخره، ولكن انك تمسكي ديوان شعر وتقريه من الاول للاخير لا، هذا الشيء ما هو موجود. الروايه انا بفضل اقرا شعر، ما بفضل الروايه. في ناس بعدها لا بتمسك وبتقرا شعر وبتحب، بس لأن حتى هو اسلس وبيحتاج وقت اقل من لما تاخذ الكتاب الروايه وتقراها. فلا بعد الناس في هيك معلقه فيها التفاصيل، الشعر بتسمعها بتحب تقرا لانه عند الوقت بيكون كمان مختلف. وانا بحس كمان نور انه القراءه من الكتاب لها متعه خاصه. صحيح. يعني قد ما كان شخص عم يقرا ومهما كانت الكتابات حلوه عم يقراها على مثل ما بنقول اي شيء تاب او موبايل، فبتفقد هالعلاقه انه بحس الورق الكتابه. يعني خلينا نعزل شوي عن مواقع التواصل الاجتماعي بنرجع للكتاب. انعزالنا عن مواقع التواصل الاجتماعي مهم. بالنسبة لموضوع الشعر والرواية، الرواية هي أقرب للقسم الأكبر من الناس، خليني أقول لك. صحيح. تمام؟ بس ما فينا نقول ما بيقروا، لا بعد الناس بتقرأ شعر. الناس يعني بتقرأ شعر ولكن مش إنه ما بقى أبدا. خواطر يعني بعدها بتروح الخواطر القصيرة أكثر. بتروح الخواطر القصيرة أكثر ممكن. أول أكسيد الحب فيها قصائد شعرية ونثرية. صحيح. موجودة. أحببتك في دمشق قامت على أفكار مثل الفكرة الموجودة ببيت شعر بيقول إن كنت لا تدري فإني أخبرك أنك بيني وبين نفسي تعيشك القلقي. ولكن مثل ما قلت لك هلا كلياتنا بلشنا نكتب خواطر وشعر وإلى آخره، لأنه هو شيء أقصر، هو شيء أسهل. صحيح. من إنه نكتب نص روائي محبوك عم يحكي قصة. وأغلب الشباب يتجهوا للشعر لما تغامر وتعمل رواية، فهي أكيد بدها إمكانيات وفيها جرأة نوعا ما أكيد. أنا هلأ اليوم بسمع هاي الجملة إنه هي كانت مغامرة. بهداك الوقت كان يعني لما أنا كنت عم بشتغل على أول أكسيد الحب وهي رح تنزل على السوق وتروح على الطباعة وإلى آخره، كان بالنسبة لي دريم، كان حلم. صحيح. ما كنت بحس إن هو مغامرة. كانت المغامرة بحياتي أنا أحببتك في دمشق لأنه كانت هي رواية مانا تقليدية. لأنه نحن بأحببتك في دمشق كنا عم نحكي سرد لأحساس ومشاعر الشخصية، وليس هو سرد قصصي. يعني الحدث مانو موجود. دائما أنا بحب أقول جملة أنه أنا بحب القارئ تبعي يكون شخص يفكر وليس متلقي. فأنا كاتب بطريقه انه ممكن انت تخليك تاخذ انت الحدث او تستنتجه او تتخيله او 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 الى اخره، خيارات كثيره. فاحببتك في دمشق كانت فعلا كانت مغامره. برايي انا اليوم هلا نحن بشهر 7 صار 19 شهر على نزول احببتك في دمشق، برايي انه هي كانت تجربه ناجحه اكثر من المتوقع. ان شاء الله على طول كمان الاعمال كلها تكون ناجحه وافرودت تاخذ نفس النجاح. بدنا نشكرك على وجودك معنا دكتور ونتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك، شكرا لكم، صباحكم غير دائما موفق. اكيد نتمنى لك التوفيق بمشروعك الادبي القادم، ان شاء الله يا رب نشوفك كمان نواصل للعالميه. شكرا كثير لك. شكرا لكم.